بعض حمام وهنعمله على الطريقة المغربية اللي هو الباستيليا. الأساس فيه بيبقى عندي كمون وكزبرة وقرف وقرنفل وحبهان وجنزبيل، كمون ممكن ميبقاش موجود، والرأس الحانوت ديت البهارات اللي بتحط معها زر ورد. فدي البهارات اللي هي رأس الحانوت، القرف والقرنفل والحبهان، شوية من الجنزبيل، وكل دول مخلوطين مع بعض، ملح وفلفل، بقدونس، كزبرة، بصل، واستعمل سكر، بيض، والمكسرات بيكون عبارة عن لوز وقرفة سكر بودرة. نمسكهم خطوة خطوة ونشوف هنعملها ازاي. الأول هنا هوت هنجيب الحمام علشان نسويه. فهنسوي الحمام، نحط شوية هنا من الخليط، عبارة عن هخلط شوية، نجيب ملح وفلفل نتبلهم بيه، نتبل هنا شوية فلفل شوية ملح، وبعدين بحط مع دوت بصل، كزبرة، بقدونس، زيت زيتون شوية صغيرين هنا، دول بتبل بيهم الحمام من جوه ومن بره، وبطبخ ده، نحط هنا اهو، نعلي النار، نحط حمام بحمره في الخلطة دي، وبعدين بضيف عليهم بقية البقدونس، بس الأول نحط شوية من البهارات، ناخد شوية البهارات نتبل بيها، وبحمر الحمام هنا اهو، هحط معاهم بقيه الخلطه. كل ده انا عايزه لان ده هيديني النكهه، وده اللي انا هستعمله، بقدونس وكزبره. ببتدي السلق، في نفس الوقت هضيف عليه سكر وميه. اما بالنسبه للحشو بستعمل لوز، بجيب لوز مجهوش، حط شوية من اللوز المجروش، شوية من السكر البودرة، شوية من القرفة المطحونة. طبعا في ناس كتيرة بتستغرب من الطعم والتوليفة، لكن طبق من الاطباق لو جربتوه هتنبسطوا جدا وهتعملوه كتير بعد كده. مع الحمام يبقى كراميل شوية، وبعد كده ابتدي اضيف الميه علشان يتسلق. بسيب الحمام هنا يتسلق على اساس هطلع الحمام بعد ما يستوي وانسله. ده باخد حمام بفصصه يتشرب كل الميه، والمرقه اللي هي نزلت منه اللي هي ديت بسيبها تركز، يعني بصفيها، مش بصفيها، بطلع الحمام بخليها بالبقدونس والكزبرة، كل الحاجات الحلوة اللي احنا طبخنا فيها، وديت هتبقى جزء من الحشو. نعلي عليها هنا اهو، وبعدين ديت هطبخ فيها بيض. نجيب بيض هنا بمجرد ما تبتدي تغلي، نحط شوية هنا من البيض، بسوي البيض فيها، لكن انا هخلط ده مع الحمام، يعني ده كده مع الحمام اللي متنسل. الحمام اللي متنسل يبقى كده عندي دول الحشو اللي هبتدي احشي بيه. جيب ورق جلاش، هو ده اساس الباستيليا، ورق جلاش هنا اهو. يبقى كده بحط السمنة في الطبق أو الزبدة السايحة في الطبق، وأجيب ورق الجلاش وأحطه فيها، أحطه بالطريقة دي، وبعدين بروح حاطط شوية من البندق مع السكر. ممكن أخلطه مع الحمام أو نخليه لوحده. وبعدين نجيب
الحمام مع البيض والكزبرة والبقدونس، وناخد ورقة جلاش تانية نحطها هنا اهو، بدهن بالزبدة وابتدي اقفل. دي هتبقى القعدة اللي تحت، نقفل القعدة هنا اهو، وهجيب الصاج اللي هسويها فيه وادهنه زبدة، وده اللي هدخله الفرن. الفرن بيبقى حرارته 350، حطه هنا يستوي، وبسيبه على اساس ان هو يتحمر والحمام اللي جوه مستوي والمكسرات مش محتاجه اسويها، لكن بسيبه لغايه لما ده بيكون الشكل بتاعه. عشان ازينها بقرفه وسكر بودره هجيب ورق شرايط هنا بحطها بالطريقه دي، نحط شريطين او ثلاثه، خليهم كده نزين واحده بس نسويها، وبحط شويه قرفه، وبعدين بشيل الشرايط كده ونجيب شريطين تانيين نحطهم ونحط سكر بودرة. يبقى كده شوية من السكر البودرة